هذا العمل ديال فيلس ورايت اللي حنا دابا. هو كانت الفكره ان باش يتعاود فيلس ورايت باش بحال واحد اون كارد فيزيت، واحد البطاقه تعريفيه باش نعرفوا فوالا راه بابيل راه هما صحاب فيلس ورايت. ودرناها بواحد النمط اللي شويه جديد اللي ان في درنا فيديو تشالنج اللي باخراج منير الريس اللي درنا فيه كو لي دونسور. الفكره كانت ان بور بروموفوار لي دونسور ديال المغرب، حيت لي دونسور حتى هما فنانه وتا هما داخلين في اطار ديال القانون الفنان والرقص الكوريغرافي راه معروف. الوغ عندنا شباب وعندنا طاقات كبيره اللي ربما كنعطيهمش اكثر الاهميه من كنعطيوها للفرقه موسيقيه او مغني. ودابا ولينا كنشوفوا واحد الموجه ان كيجيو بعض الفنانه تيديروا دي كوريغراف اللور هو تيبان في الساحه بحال تيديروا كوم ان ديكوراسيون. بالعكس نقدروا اننا نخدموا اونصوم ونديروا شي عمل انصومبل على ارتستيك اللي يقدر يلقى نجاح بواحد الطريقه مغايره. وهذه هي اللي كانت الفكره ديال بابيل ومع مايسترو ميكس والفيديو ديال التشالنج. هو باش نقول لك بابيل كتغني الروك سي دو هيفي، هذا هو باش كيتميز به فرقه بابيل. اي ماشي اغنيه معاصره، ماشي اغنيه مغربيه، ماشي هو نوع موسيقي عالمي اللي بغينا بواحد اللمسه انه يوصل المغاربه. راه كاين جمهور كبير ديال الروك في المغرب، ولكن بغينا نديرو ان جروب اللي تيغني لو فري روك، سي ان روك امريكان ولا بريتيش بلي بارول وبالكلمات مغربيه، فهمتي؟ فداك لو ستيل ديال هيفي ميتال. كاينين دي جروب اللي معروفين عندهم اللمسه ديالهم بحال هوبا هوبا سبيريت و دوتر. لو روك ديالهم مغربوه بزاف، فهمتي؟ 100% مغربي تبارك الله عليهم. حنا عندنا توجه اخر، ان هذاك لو روك انك تقدر تمثل المغرب في محافل، فهمتي؟ ديال لو روك فوالا، ما نخرجوش من داك الاطار ديال الموسيقى الروك حيت هي ثقافه. وانا تعاملت مع فنان مغربي غزال. المهم بيان سور كيف ما قال عادل، الفكره ديال الغوميكس ديال فيلس ورايت جات من عند المانجر مفيد السباعي اللي عرفني بعادل، وجلسنا انا وياه، جلسه زوينه في الاستوديو عندي. المهم شفنا السيل اللي قد يتغوميكس فيه. المهم مع مفيد قال ما جانا داك الفيوتشر هاوس هو لو سيل اللي يجي فيها، اللي هو قريب شويه لي زاكور ديال روك، ديال لا فيرسون فيلس ورايت فيرسون روك. المهم دار العمل في واحد فاح كانت زعما كومون دير سيتي ان انستان ترانفيفياليتي دو بروسبيريتي دو كيف نقول لك داكشي داز زوين، داكشي داز زوين الصراحه. و سي لا بروميير فوا اللي غنتعامل مع فنان مغربي بحال هكا. قبل المهم تعاملت مع سفيان النحاس قبل من عادل، مي فنان مغربي اللي كيدير بيغمون ستيل غربي هي المره الاولى ان شاء الله. هي خوله مجاهد تعجبني صوتها اللي غادي يقدر يمشي مع امني، نقدر ندير انا وياها شي حاجه خطيره. الستيل ديالها ولا فوا ديالها والمدرسه ديالها وداكشي كامل غادي يجي معايا، فهمتي؟ حيت نقدروا نديروا انا وياها شي حاجه. هو انا باقي ما وصلش لديك المرحله، خصني تنخرج الالبوم ديالي بعدا، فهمتي؟ كارت فيزيت. ولكن الحمد لله سي غراسا بزاف ديال 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 دابا ديال لي فونداسيون. اون بو سيتي ميم هنا في الرباط فيزا فور ميوزيك، هذاك لو فوروم لي انترناسيونال اللي كيلاقي جميع لي بروفيسيونيل والمديرين ديال المهرجانات وتيلاقي لي ماناجير اكسيتيرا. والحمد لله ولينا تنشوفوا من الدوره الاولى الثانيه الثالثه، دابا تبارك الله شحال الدوره دابا السادسه جو بونس السادسه. ولينا كنشوفوا تبارك الله مغاربه تيخرجوا يديروا لي كونسير مرة، وانا تنفتخر بهم منهم مهدي الناسولي. علاش غنقول لكم مهدي الناسولي كيضرب كناوه؟ اذا اثر سيف ديال الشاب قدر انه يبدع ويهز موسيقى مغربيه ويصدرها للخارج. عندك سكو جادور اوسي ام، علاش ام؟ ام عندها سون ستيلاهل، كانت في الاول تتغني توسكي سول توسكي جاز، دارت بسمه ديالها الورد ميوزيك
وصدراتها تبارك الله لبرا وراه كتورني في الاوروب كامله. هادو من انا كيعجبني الارتيست يكون عنده ان كونسيبت، نجيب ان ستيل نخدم عليه ونمثل بلادي. الحمد لله انا الجمهور المغربي قلت لك درت ثلاثه الخطرات لا سين ديال سلا، ديما الجمهور تيجاوب الحمد لله. ستيل اللي يقدر يتصنت ليه اي واحد، يقدر في لا ميلودي، في ان سيرتان دو جاز ديال لي ستيل، وتقدر وخفيف على الودن، ماشي كنقول داك الروك القاصح اللي ما غاديش تقدر تسمع ليه. الحمد لله في لا تورني اللي كنا درنا مع الجنرال مرسي وموازين، عندك مراكش واكادير انا اثاروا الاعجاب، ومنهم الرباط عاوتاني لا غونيسونس، داكشي كتلقى الناس الباب كومسا. اذا الناس الجمهور باغين شي حاجه جديده، باغين يتصنتوا، وحنا الجيل ديالنا شنو كنا كنتصنتوا فاش كنا نمشيو ولا تنشريو لي كاسيت ولا داكشي، تلقاو تمدرسنا على الموسيقى العالميه منها المغربيه اللي باقا في القلوب ديالنا ومازال حافظينها، ومنها الاغنيه الشرقيه اللي كان ام كلثوم وعبد الحليم، ومنها كيني روجرز كات ستيفنس اكسيتيرا. فهمتي حنا من تعلمنا وتصنت الموسيقى من لي كاسيت. كذلك الثقافه الموسيقيه اللي خديناها في من يامات فاش كنا صغار، ودابا الحمد لله دابا الشباب ديال اليوم توفر لهم بزاف ديال الحوايج. ولات ولا يوتيوب، حنا ما كانش عندنا يوتيوب. انا تندوي لك ماشي عادي، كندوي على شخصي ماشي عادي اللي مع سير ديال اللي ربح جينيراسيون موازين في 2011، وعادي اللي راه من 99 هو تيغني. كانوا عندي تقريبا شي خمسة ديال لي جروب دو روك، دوزنا لافاك، كنا في دوك المحافل لافاك في مهرجانات ديال المدينة اكسيتيرا. قلت لك دابا الوقت تبدلات ومزيان من الاحسن، انه ولا يوتيوب ولا عاوتاني لا تكنولوجي، انك تقدر تسجل في الدار عندك هوم ستوديو، انك تقدر دير ان ميكساج ولا ان ماسترينغ افيك ان بلوغين، ان لوجيسيال اللي يقدر يعاونك. كاين عاوتاني تبارك الله مهرجانات ولاو بزاف في المغرب اللي تي يشجعوا المواهب والطاقات الشابه. ودابا اللي خدم راه غادي وبغى الجمهور وطلع وكان عنده واحد الخبره معتبره، راه غادي يقدر يدفع لا كارت ديالو دارتيست واللي ارتيست اغري بار مينيستير واللي معترف به، وديك الساعه يقدر ياخذ مع هذا القانون ديال الفنان الجديد. نتمنوا على الله يكون واحد طفره نوعيه، وان الفن ما يبقاش عندنا غير شي حاجه سطحيه، ولكن يساهم في رفع الذوق ديال الشباب المغربي، وانه يخرجهم من الاحتراف، وان الموسيقيين المغاربه يلقاو فين انهم يدعموا هاد الشباب. الا كانوا ورشات في المدن، ان يكون اريكزامبل في دور الشباب، ان ولا جمعيات، ان الفنان يقدر ديك الخبره ديالو انه بلوز او موان غير معرفيه يعطيها لهذوك الشباب، وانه يعطيهم شويه ديال الامل ويقول لهم ها فين غتوجهوا، شنو غادي ديروا، هادي ولا درتي راه غادي هذا، ولا بغيتي توصل تولي فنان خصك هالمراحل اللي غدير، وخصك تقرا مثلا كيفاش تعرف تقرا لي كونطرا دو ماناجمون ديال لا برودكسيون، شكون هو بروديكتور ايديتور موزي لابيل ميزون دو ديسك اكسيتيرا اكسيتيرا. راه هذا راه بحر فهمتي. ونتمنوا على الله دابا مع هذا القانون الجديد، ولا الفنان مهني ما بقاش غير كلمه انه مسكين وراه تيغني. نتمنوا على الله هذا المغرب الجديد ان شاء الله يدخل بالصحه والسلامه على جميع المغرب. وانا الجمهور ديالي بابيل فاميلي راه تيعرفوني وكنشوفكم، و شوي توجور ان كونتاكت افيك زعما التواصل باقي كاين، ونتمنى على الله نكون في الحسن الظن ديالكم، وانا نخرج لكم داكشي اللي بغيتو، لان ماشي سهله ان يكون عندك حمل كبير. انا كان عندك تويتي ماناجي والمنتج ديالك هو مغرب ثقافات، اكبر مؤسسه ثقافيه في المغرب، وانك خدمتي مع رضوان والنيفو تي يهبط. فهمتي هذا هو التخوف اللي عندي، وهذا هو الحمل اللي عندي على الكاهل ديالي، انني خصني نخرج شي حاجه زوينه.
كما بغاو الجمهور ديالي. ونتمنى على الله يدوز كل شيء مزيان. نتمنى ان الساحه المغربيه ما تبقاش فيها النمطيه اللي فيها دابا، الموسيقيه اللي كاينه دابا، لان كنسمعوا دابا من 2016 ولا 2015 كنسمعوا لو ميم ستيل ميوزيكال اللي كيتعاود عند الفنانين كامل المغربيين. واحد 80% ديال الفنانين المغربيين كيعاودوا، لا 90 كيعاودوا لا ميم شوز، نفس الحوايج كيتعاودوا بنفس الطريقه، نفس الكلمات، نفس داك كلاشي فيا كلاشي فيك، الفنان كيضرب خوه بسميتو بشي حويجات اللي ماشي هما هذوك. وحنا زعما الصراحه المجتمع ديالنا المغربي راقي ويستاهل سميتو الجمهور يتعطى حوايج اخرى، يتعطى ستيل واحد اخر، يسمع حوايج اخرين. والناس كيجينا كيوصلوا لي في الانستغرام ديالي، فيسبوك، كيوصلوا لي كيطلبوا مني. الصراحه انا راه سولون لا دوموند ديال المغاربه، الناس ديالي والناس صحابي اللي دفعني، وبيان سور مع مفيد السباعي اللي حطني في الساحه المغربيه. ما في الاول كنت كندير الجوست برودكسيون، كنت كندير الانتاج في موسيقى عالميه خارج المغرب. المهم دخلت شفت البلاد كيفاش دايره. المهم انا الصراحه عندي الغيره على البلاد، وبغيت نعطي ان ستيل ميوزيكال اللي ما مولفينش المغرب يسمعوه في المغرب ماشي على برا. وان شاء الله يكون هاد الفيتشرين مع عادل عجب الناس، وجيسبر تشوفوا وغتشوفوا الجديد ان شاء الله ديالي انا عما قريب. حتى هو في الديبي ديال لاني ان شاء الله كاين جديد، كاين واحد التيتر كيتوجد وشي حاجه اللي هي قاصحه بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.